ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. عايزين نعرف ملابسات خروج هذا البيان في البداية. طبعا ملابسات الخروج هو انطلاقا من الدور الرقابي والمحاسبي اللي بتتولاه الوزارة على كل الهيئات الشبابية والرياضية الموجودة في مصر. إطار إداري ورقابي ومحاسبي على كل الإجراءات والتصرفات اللي ممكن تحدث، سواء في ضوء الأمور المتعلقة بالاتحادات وسفر البعثات وغيره، أو في ضوء العقوبات اللي بيتم تنفيذها من عدمه، والإطمئنان فيما يتعلق هنا بالربط بقى بين أي إجراءات بيتم اتخاذها من الاتحادات والهيئات الرياضية وبين ما يمكن أن نسميه الإطار الأخلاقي والرأي العام اللي ممكن نستفيد منه القرارات اللي بتصدر عن الاتحادات الرياضية المصرية. الحقيقة الواقعة بتاعت لعبة الدراجات وتم بالفعل اتخاذ كل الإجراءات والعقوبات الوفقة للائحة الاتحاد الدولي للدراجات، وهي الغرامة المالية والوقف لمدة عام كامل، الإيقاف لمدة عام والاستبعاد أيضا من البطولة. لكن هناك إطار آخر الحقيقة الوزارة يعني أكدت عليه في هذا البيان، وهو ما يتعلق بالإطار الأخلاقي والمعايير الأخلاقية لتمثيل أحد اللاعبين المصريين للدولة المصرية في واحد من أهم المحافل الرياضية في أولمبياد باريس. التوجيه للجنة الأولمبية المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بإعادة الدراسة الكاملة والمستفيضة والمتأنية للواقعة بالكامل وكافة ملابساتها بضوء طبعا المواثيق الدولية والأعراف الدولية الرياضية، لكن أيضا أخذا بعين الاعتبار كافة القواعد الأخلاقية المنظمة للحركة الرياضية في مصر والعالم. هذا يعني بالحقيقة هذا أمر في غاية الأهمية، وفكرة أن التمثيل مش بس بيكون تمثيل رياضي، والوزارة دائما بتؤكد على هذا الدور. الرياضة مش بس التحقيق الميداليات والنتائج، لكن ايضا هي انعكاس للروح الرياضيه والقواعد الاخلاقيه والاعراف الاجتماعيه الموجوده في المجتمع المصري وما يتوافق مع المجتمع الدولي ايضا. فالحقيقه البيان هي توجيه للجنه الاولمبيه المصريه باعتبارها الجهه الفنيه المسؤوله عن هذا الامر باعاده دراسه الامر من خلال لجنه القيم التابعه ليها في ضوء القواعد الاخلاقيه المنظمه للحركه الرياضيه نفسها، وارسال تقرير تفصيلي للوزاره بما يمكن ان يصل اليه نتائج التحقيقات الخاصه بهذا الامر. نعم. هناك سؤال آخر، إلى أي مدى كان من المفترض منذ البداية أن يتم وضع هذه النقطة المتعلقة بالسلوك الأخلاقي في التقييم الخاص باللاعبة؟ يعني الآن نتحدث عن أنه تم اختيارها للمشاركة بالفعل في أولمبياد باريس، إذن خرج هذا البيان من قبل وزارة الشباب والرياضة، أليس هذا من ضمن الشروط الأساسية أم هذا ليس من ضمن الشروط الأساسية للاختيار؟ لا، شوف، فيما يتعلق بالتأهيل للمحفل الأولمبي هناك بعض القياسات الرياضية والمشاركات والمنافسات اللي بيشارك فيها اللاعبين، واللاعبة بالفعل شاركت في المنافسات المؤهلة قبل الواقعة نفسها في البطولة اللي حصلت فيها الواقعة بتاعت الاعتداء خارج الإطار الرياضي، يعني في بطولة الجمهورية قبلها بشهر تقريبا، بشهر مارس، والواقعة حصلت في شهر أبريل، وبالتالي هنا التأهيل حصل في إطار فني رياضي بحت من الاتحاد المصري للدراجات بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه المصريه. والوزاره الحقيقه في هذا الحين وجهت ايضا باتخاذ كافه الاجراءات في ضوء اللوائح المصريه المنظمه لهذا الامر واللوائح الدوليه للاتحاد الدولي للدراجات واللوائح والمواثيق الخاصه باللجنه الاولمبيه الدوليه. لكن الا وان هناك تمثيل ايضا للدوله المصريه في المحفل الرياضي الدولي، لكن هناك جانب اخر قد يكون لا يعني من الصعوبة بمكان أن تعنى بالجهات الفنية المعنية بعملية التأهيل وتحديد المتأهلين، وهنا بنتكلم عن الاتحادات الرياضية ولجنة أولمبية، لكن بالأساس معنية بوزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الحاكمة والضابطة للحركة الرياضية المصرية. في حالة حتى لو في جانب فني تم أو قرار فني تم اتخاذه من أحد الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية المصرية، الجهة الحاكمة والمنظمة للحركة الرياضية المصرية وهي وزارة الشباب والرياضة هنا بتتدخل حالة وجود أي خروج عن النص، سواء خروج أخلاقي أو مجتمعي أو إداري أو مالي أو في أي جانب من الجوانب، وبتتدخل الوزارة وبتوجه بما لا يخرج أيضا عن الجوانب الفنية والدور الفني للجنة الأولمبية والاتحاد. الأمر الفني مفروغ منه، أنه لابد أن يكون موجودا. بالضبط، الجانب الفني هو الأساس طبعا، لأنه معني به الاتحاد واللجنة الأولمبية المصرية. الوزارة هي المعنية بالجانب الأهم بما يضمن تحقيق الجانب الفني، لكن ايضا بما لا يتعارض مع اي جانب اخلاقي او اداري او مالي او اي انحراف اخلاقي او اداري او مالي. وبالتالي تدخل الوزاره في هذا الامر اللي هي يا فندم انت اعلنت البعثه الرسميه المشاركه في اولمبياد باريس، وعددهم الحمد لله وصلنا لرقم قياسي يعني غير مسبوق، 149 لاعب ولاعبه، كان من ضمن الكوتا المصريه الاربع لاعبين المقاعد الخاصه
بالاتحاد المصري للدراجات ومنهم اللاعبه صاحبه هذه الواقعه. في هذه الحاله ويعني الوزاره تدخلت فورا اللاعبه. هنا الوزاره برضه لازم اشير لنقطه في غايه الاهميه. الوزاره في بيانها الرسمي وفي خطابها الرسمي اللي ارسل للجنه الاولمبيه المصريه لم تحدد مشاركه اللاعبه من عدمها. ما فيش قرار هنا اتخذ من الوزاره بشان جانب فني ان اللاعبه تشارك او لا. لكن هنا بالتوجيه للجنه الاولمبيه المصريه بمراعاه فتح التحقيق مره اخرى في الواقعه اخذا بعين الاعتبار القواعد الاخلاقيه. هل من السؤال يعني اللي هيجاوب عنه الجواب اللي راح من الوزاره للجنه الاولمبيه المصريه، هل هذا الامر يتعارض مع القواعد الاخلاقيه المنظمه للحركه الرياضيه المصريه والعالميه بتمثيل احد اللاعبات ممن يعني حصل وقعه بشكل او باخر واعتداء خارج الاطار الرياضي والروح الرياضيه، فهل تستحق انها تمثل الدوله المصريه في هذا المحفل الرياضي حتى ولو كان الجانب الفني موجود وتم تنفيذه بالفعل؟ هنا الوزاره تدخلها بتضمن للمجتمع المصري بين قوسين كده ان كل القواعد الاخلاقيه والاداريه والماليه الى جانب الجانب الفني منضبطه ايضا ومطبقه بشكل كامل. وفي مثل هذه البعثات هم سفراء لنا ايضا. بالظبط طبعا، يعني في النهايه احنا بنتكلم في محفل رياضي ومنافسات رياضيه، اهم منافسات رياضيه موجوده على مستوى العالم المحفل الاولمبي، لكن في النهايه هم سفراء للدوله المصريه. النهايه في امر في غايه الاهميه ان لابد ان يكون هناك ضوابط اخلاقيه حاكمه ومنضبطه جدا واداريه وماليه للمنظومه الرياضيه ككل. طيب حضرتك ذكرت استاذ محمد ان وزاره الشباب والرياضه هي المنوطه بتطبيق فكره الجوانب الاخلاقيه في الترشيحات وقبول الترشيحات. السؤال الذي يطرح نفسه، هل في المعتاد عندما يتم ترشيح ما ان يمرر هذا الترشيح على وزاره الشباب والرياضه، بمعنى اخر ان الوزاره ستتدخل في كافه الاحوال لانه سيمر عليها، ام في حاله ان يكون هناك بعض المشكلات والازمات اذن تتدخل وزارة الشباب والرياضة؟ شوف، إذا بنتكلم عن أي جانب فني يتعلق بالاتحادات والتأهيل لأي بطولة سواء بطولة أولمبية هنا أو بطولة عالم أو غيره، الجوانب الفنية الوزارة بتوفر ليها الدعم والرعاية الكاملة سواء دعم إداري أو مالي أو لوجستي أو أيا كان للجوانب الفنية للاتحادات للفرق الرياضية لكل اللجنة الأولمبية المصرية. وهذا المسار بيمشي بشكل منضبط اداريا وماليا واخلاقيا. الوزاره لا تتدخل في هذا الجانب الفني مطلقا، بل بالعكس بتوفر له كل الدعم والرعايه الكامله، دعم مالي ورعايه ماليه كامله من الدوله المصريه باعتبارها الدوله المصريه الراعيه لهذا الامر. نعم. التدخل هنا من الوزاره في بعض الاحيان بياتي قد يكون موازيا او متعارضا مع اي قرار لاحد الاتحادات او للجنه اولمبيه او لاحد الانديه او لاي من الهيئات الرياضيه والشبابيه الموجوده في مصر، في حال ان الوزاره ارتأت وفقا هنا لرؤيه المجتمع المصري نفسه او لرؤيه الجهه الاداريه اللي هي وزاره الشباب والرياضه. نعم. اي انحراف اداري او مالي او اخلاقي او يشوب اي من اشكال الانحراف، الوزاره بتتدخل فورا لوقف هذا الامر. لكن هذا التدخل لابد، وده بالحقيقه الوزاره بتراعي فيه جدا الضوابط والمواثيق الدوليه والاعراف الدوليه الخاصه باللجنه الاولمبيه الدوليه بالحركه الرياضيه الدوليه بما لا يعوق الجانب الفني. اذا الامر في غايه الحساسيه الحقيقه، ان ازاي تضبط الاداء الاداري والمالي لكل المنظومه الرياضيه المصريه بما لا يتعارض مع الجوانب الفنيه والسلطات المخوله الفنيه طبعا المخوله من الاتحادات الدوليه واللجنه الاولمبيه الدوليه لمسيلاتها المحليه. هنا ما فيش تدخل في الجانب الفني لكن في توفير دعم ليه، لكن في نفس السياق هناك تدخل وقد يتعارض هذا الامر في حاله وجود شبهه اي انحراف. وهذا الامر بالمناسبه بتضمنه المواثيق الدوليه ايضا واللجنه واللوائح المنظمه للحركه الاولمبيه الدوليه، بتضمن للجهات الاداريه او للدوله او للحكومات الوطنيه انها تتدخل في حاله وجود اي شبهه لانحراف اخلاقي او اداري او مالي. نعم. استاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخله وهذه الايضاحات.